تحية طيبة متابعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. محور حديثنا لهذا اليوم نرصد من خلاله قراءة في آخر تطورات ملف المصالحة الفلسطينية، وضيفي في هذا اللقاء الدكتور إبراهيم أبو النجا، محافظ السلطة الفلسطينية في مدينة غزة. دكتور إبراهيم، أهلا ومرحبا بك معنا. مرحبا بكم، أهلا بك دكتور إبراهيم. يعني كيف رصدت مؤخرا جهود الفصائل الفلسطينية ومساعيهم الأخيرة في التوصل لاتفاق يقضي بمصالحة فلسطينية على الأسس الشرعية الدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن كل شعبنا رفض كل حركة باتجاه المصالحة الوطنية، لأنه كل ومل الانتظار وعدم الوصول إلى اتفاق. نعم. وترتب على عدم وجود مصالحة ترتب عليه أشياء سيئة كثيرة. شعبنا يريد أن يصل إلى الخلاص. تلقف نداء السيد الرئيس بلقائه مع الأمناء العامين عبر الفيديو كونفرنس أو الدائرة التلفزيونية المغلقة، وكان حديثا جميلا. نعم. تحدث فيه الأمناء العامون كافة، كل تحدث بالاتجاه الذي يراه صحيحا للوصول إلى المصالحة. اعتبرنا ذلك القاسم المشترك الذي تمخض عنه تشكيل قيادة واحدة. نعم. سواء كانت مدنية أو أمنية أو سياسية. الأمناء العامون شكلوا بوجودهم القيادة الواحدة، القيادة العليا، التي كذلك بدأت تأخذ طابعا آخر من حيث الاتصالات. والكل قال القضية ثنائية القطبين، يعني فتح وحماس. تمنى المجتمعون كافة والأمناء العامون كافة أن ينضج الفريقان فتح وحماس، أن ينضج العملية حتى نذهب باتجاه الانتخابات، وهي المحطة الأولى. نعم. المحطة الأولى هي انتخابات برلمانية، انتخابات تشريعية، ثم بعدها انتخابات الرئاسية، ثم بعدها انتخابات المجلس الوطني. نعم. أو توافق على المجلس الوطني في الحالات التي لا يمكن أن يصار فيها إلى الانتخابات. ذهب الفريقان وبدعوة من الأصدقاء في تركيا، وكان لقاء حميميا، لقاء ناجحا. كذلك لم تكن هناك خلافات، اتفقوا على الانتخابات، اتفقوا على تنفيذ الاسم الكامل. بقيت قضية صغيرة، وهي لابد أن يذهب المتحاورون كافة إلى القاهرة. نحن نعتبر القاهرة هي المحطة الأولى التي أنضجنا في الحوار الأول والثاني. وقع الاتفاق في 4 أيار 2011 بالقاهرة، واحتضنت القاهرة الحوارات الأولى في شهر آذار 2009 عبر 5 رجال في مبنى المخابرات المصرية. صحيح. في رعاية المرحوم الوزير عمر سليمان. اليوم شعبنا كله ينتظر. لم تبقى إلا قضية بسيطة خفيفة علينا أن ننضجها بسرعة على الفصائل كافة. شعبنا لم يعد يقبل من أحد مبررا. شعبنا لم يعد يقبل من أي جهة نعم ولكن. كلمة ولكن كفى. أدخلتنا في معارك كثيرة، أدخلتنا في فشل، أدخلتنا في متاهات. نعم، حمالة لكل شيء، ظاهرها بسيط ولكنها تحمل في باطنها الفشل الكامل. اليوم قضيتنا لم تعد بحاجة أو تحتمل، وشعبنا لم يعد يحتمل من أحد. نعم. مزيدا من الانتظار عليه أن يذهب بسرعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. طيب دكتور إبراهيم، يعني هناك مساعي لإفشال هذه الجهود بالخفاء سواء كانت أو على العلن، وهناك اتصالات ومساعي من دول عربية ومن أخرى دولية، يعني على المستوى الدولي، لإفشال هذه الجهود الفلسطينية في الذهاب لاتفاق مصالحة. يعني مع العلم أنها يعني الكل رصد أنها على مستوى عال من الجدية في هذه المرحلة، في ظل كافة هذه المؤامرات التصفية التي تعصف بالقضية الفلسطينية التي أدركها المتحاورون على أرض الواقع، ما تعقيبك على هذه المساعي؟
يا سيدتي يعني التصحيح معلش يا بنتي لا نقول عنها مساعي. نعم. المساعي دائما العمليات والحالات والإجراءات التي تكون إيجابية. نعم. هذه مؤامرات. مؤامرات صحيح. هذه ليست مساعي إنها مؤامرات. إنها حلقات وتآمر. إنها الفتنة. نعم. إنها الضغط. إنها العمل السيء. نحن لا ننكر أن سبب مشاكلها دائما كانت من الخارج. بالضغوط. بالمؤامرات بالفتنة بعدم وجود مساعي حديثة ونظيفة. اليوم نحن نقول نحن واعون كل ما تفضلت به واقع صحيح. هو خارجية هو محلية هو وطنية. لا تريد أن نصل إلى اتفاق. هنا تظهر عبقريتنا نحن كفلسطينيين. هل نحن قادرون أن نفشل هذه المؤامرات أم أن المؤامرات أكبر منا؟ علينا أن نبرهن نحن أكبر من المؤامرات، ولقد واجهتنا مؤامرات كبيرة كهذه وأكبر. نعم. كانت المؤامرات التي واجهناها تستهدف حالتنا كلها لتقضي علينا، وحدث ذلك في أيلول وحدث 70 وحدث 82 وحدث ذلك هنا في الحروب المتكررة على شعبنا وفي الحصار القائم الآن وفي المستوطنات التي يقوم بها الإسرائيليون وفي الإجراءات التي يقوم بها الإسرائيليون. هذه الممارسات كلها وفي الضغوط علينا والضغوط الأمريكية والحصار الأمريكي وعدم إعطائنا وتجفيف موارد منظمة التحرير وتجفيف موارد وكالة الغوث ومنع الحوالات ومنع أموالنا ومنع أبناء الأصل حقوقهم ومنع أبناء الشهداء. كل ذلك يشكل ضغطا علينا حتى نفشل نحن، لكننا واعون وقادرون على أن نفشل كل المحاولات، وعلينا نطالب أهلنا وشعبنا وحكومة وأشقاء العرب أن تكون مساعيهم مساعي خير، لا أن تكون معاول هدم لمشروعنا الوطني. جميل. طب دكتور إبراهيم، يعني لربما سمعت من هنا وهناك من يروق له الحديث عن فشل الجهود المصالحة، ربما تكون هي من داخل الفصائل الفلسطينية أصوات خافتة، وربما تكون أيضا من فصائل أخرى غير الفصيلين حماس وفتح اللذان يترأسان هذه الجهود في الأونة الأخيرة. كيف قرأت هذه الأصوات التي تتحدث عن فشل؟ والله أنا قرأت حقيقة ولكنها لم تكن من جهات لها تأثير حقيقة، هي جهات حتى تعتبرها فصائلها. نعم. تعتبر أصواتا نشازة. لا يوجد فصيل وطني قاوم وناضل وقدم الشهداء واكتوى بنار الانقسام والعزة والحصار إلا ولديه قناعة تامة بأنه صاحب مصلحة حقيقية في إنهاء حالة الانقسام والذهاب إلى الانتخابات، لأن نريد أن نعلن عن دولة، دولة بلا مؤسسات بلا برلمان بلا حكومة بلا سلطة تنفيذية، بالسلطات الثلاث تشريعية وتنفيذية وبرلمانية وتنفيذية، ويعني هذه كلها متطلبات. هناك أشخاص ودائما في كل الدنيا من هم محاول هدم. نحن لا نتوقف كثيرا، نعرف أن هناك مؤامرات علينا. ماذا يعني تطبيع؟ التطبيع يعني أننا يريدون أن يتبعونا. التطبيع معناها أنهم يدعمون الإسرائيليين والأمريكيين لمزيد من الإجراءات علينا والذبح والحصار والمؤامرات والمؤامرة على رئيسنا كذا، ورئيسنا مستهدف نحن نعرف، وهناك من داخلنا للأسف الشديد ونحن نعرف جيدا ولكننا لا نتوقف كثيرا، نعي وننبه ونحذر ونحصن أنفسنا في مواجهة هؤلاء. نعم. أخيرا يعني دكتور إبراهيم، رسالتك إلى الشعب الفلسطيني الذي يعتبر هو السد المنيع أمام هذه المؤامرات التصفوية التي نتحدث عنها سواء الخارجية أو الأصوات الداخلية، يعني رسالتك سريعا للشعب الفلسطيني. دائما أختنا الكريمة نقول نلجأ إلى شعبنا. في القرن الفائت تعرضنا إلى حالة مقيتة، حالة صعبة،
ماذا قال ياسر عرفات رحمة الله عليه؟ توجه إلى الشعب الفلسطيني وقال لهم يا وحدنا يا وحدنا. هذا الشعب الفلسطيني قال له لبيك يا أبا عمار، لسنا وحدنا، يجب أن يكون معنا أحرار العالم. وحفظ ووقف معنا. صحيح أن هناك اليوم الخارطة تختلف، كانت معنا المنظومة الاشتراكية كلها عاد سوفيتي، تغير ذلك، أصبح لدينا أعداء قصر، ولكن نقول ما زالت معنا أوروبا، ما زالت معنا قوى وحرار العالم، ونقول معنا شعبنا، العالم كله ينظر إلينا. إذا كنا نحن مسلحين بوحدتنا الوطنية تتحطم كل المؤامرات. علينا أن نظهر، وهذه رسالة لشعبنا، هذا الشعب العظيم الذي يقدم الشهداء، الذي يعاني أبناؤه الآن ويخوضون المعارك بأمعائهم الخاوية في ظل عالم ظالم. هذا العالم المتحضر الذي صنع مؤسسات من أجل حقوق الإنسان ومن أجل الديمقراطية ومن أجل إنهاء الاحتلال ومن أجل الحريات، كل ذلك لم يكن صحيحا على الإطلاق. فنقول اليوم لشعبنا نحن واعون للمؤامرات كافة، وعلى هذا العالم أن يقتنع أننا لا يمكن أن نختلف. رسالة شعبنا هي أنه شعب قوي، شعب متماسك، شعب يحقق وحدته الوطنية ويقول العالم هذه الأرض وعليها من يستحق الحياة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور إبراهيم أبو النجا، محافظ السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. تحدثنا في قراءة سريعة حول آخر التطورات في ملف المصالحة الفلسطينية، وأشكركم بدوري مشاهدين الكرام وعلى هذه المتابعة الطيبة. دمتم في أمان الله.